بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. حماس والجهاد تتقدم بالرد للوسطاء حول مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى الجانب الآخر نتنياهو يتعهد لبلينكين بالالتزام بما ورد فيه، وتسريبات عن السنوار تؤكد أنه يراهن على إطالة أمد الحرب. بعد الزلزال الذي أحدثه صعود أقصى اليمين في فرنسا، هل دعوة ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة مغامرة غير محسوبة؟ هل نشهد تحولا جذريا في المشهد السياسي في فرنسا؟ ولدينا أيضا مرشحو الرئاسة في إيران يبدأون حملاتهم الانتخابية وسط خيبة أمل كبيرة للإصلاحيين، وهجوم لاريجاني على مجلس صيانة الدستور يعيد الجدل حول أسباب استبعاده برفقة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد. هل يحكم المرشد وحده؟ بعد يوم واحد من إقرار مجلس الأمن للمقترح الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة، وتابعنا جلسة مجلس الأمن، قدمت حركات حماس والجهاد منذ قليل الرد للوسطاء مصر وقطر على المقترح. وهنا ملاحظة، لأول مرة يكون هناك رد ثنائي لحماس والجهاد معا على هذا المقترح ويتم تسليمه بشكل رسمي. على أي حال الرد، وفقا لبعض المصادر التي أشارت إلى أن الرد تضمن التعامل بإيجابية مع المقترح ومحاولة التعاطي بشكل يشهد نوع من المرونة فيما يتعلق بالتعامل مع أي مقترح لإنهاء الحرب في غزة. وهناك ردود الآن من واشنطن، البيت الأبيض يقول أنه لن يبدي ردا على هذا الأمر الآن، ولكنه سيقوم بمراجعة الرد الخاص بحماس والجهاد ثم التعقيب عليه. عموما، خلال جولته بالمنطقة، وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قال أنه لابد من موافقة طرفي النزاع للمضي قدما في هذه الصفقة المقترحة، وبالتأكيد جولة بلينكين تسعى للوصول إلى هذا الأمر، وهو إنجاح خطة الرئيس الأمريكي بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. بلينكين أكد بشكل واضح أن هذا هو الخيار الأفضل الآن، وأنه حصل على وعود من نتنياهو بالالتزام بما ورد في هذه الوثيقة. كما أكد أيضا أنه هناك انتظار لرأي حماس الداخل، وشدد على هذا الأمر وقال إن حماس الداخل هي من تصدر القرار بشكل كبير، ونحن في انتظار هذا الرد على هذا المقترح. نستمع إلى ما قاله بلينكين. حماس يجب أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما في الاقتراح أم لا. نتنياهو أكد التزامه بالاقتراح الليلة الماضية. رد حماس على قرار الأمم المتحدة هو علامة تبعث على الأمل، لكن ما يقوله قادة حماس في غزة هو المهم، ونحن ننتظر سماعه، وكلما طال أمد هذا زاد احتمال انتشار الصراع. النقطة المثارة بشكل كبير هو حالة الغموض التي أحاطت بهذه الصفقة لبايدن. هل كان هذا الغموض متعمد؟ لأن هناك أسئلة كبيرة لم يتم الإجابة عليها بشكل كبير وسط تناقض الموقف بشكل كبير، لكن على ما يبدو بايدن قرر أن يكون هذا كله على العلن، بأن تكون المفاوضات علنية. الخلاف الرئيسي كان دوما حول مسألة الوقف الكامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل أيضا. هذه هي المعضلة الكبيرة، حماس تتمسك بوقف كامل لإطلاق النار مع انسحاب إسرائيلي كامل أيضا، ونتنياهو بالطبع لا يوافق على هذا الأمر ويقول أنه سيستمر في هذه الحرب إلى حين القضاء على حماس بشكل كبير، وأنه يرفض تسليم السلطة لحماس في غزة أو للسلطة الفلسطينية. إلى أي مدى سينجح بايدن في اقتحام هذه النقطة؟ هذا هو السؤال. المقترح كان واضحا من خلال الثلاثة مراحل التي نصت عليها خطة بايدن، وهي الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن الإفراج عن عدد من الأسرى وخاصة من كبار السن والأطفال، وإخراج إسرائيل من الأماكن المأهولة، والإفراج عن تقريبا ما يقرب من 30 محتجز. هذه هي الصفقة بشكل كبير. ثم المرحلة الثانية الوصول إلى وقف كامل، ثم المرحلة الثالثة وهي مسألة إعمار غزة. هذه خطة متكاملة. المشكلة دائما وكما يقال الشيطان يكمن
في التفاصيل وكيفية تطبيق هذه التفاصيل. على أي حال هناك ردود يمكن أن نتابعها وأن يكون هذا الأمر أيضا مرهون بموقف الطرفين. ولكن المفاجأة كانت أيضا التسريبات التي نقلت عن يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، وهو من وجهة نظر المجتمع الدولي هو صاحب القرار الفعلي فيما يتعلق بقرار الحرب أو فيما يتعلق بقرار الهدنة ووقف إطلاق النار أيضا. المفاجأة في هذه التسريبات أنها حملت رؤية السنوار، هو يريد إطالة أمد الحرب ولا يرى أن ذلك وفقا لهذه التسريبات مضر لحماس، بل على العكس يراه مضر لإسرائيل. ويقول فيما يتعلق بمسألة ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في غزة بأن هذه التضحيات هي تضحيات ضرورية، هذا هو التعبير تحديدا الذي استخدمه السنوار أو وفقا للرسائل التي نقلت عنه، بل على العكس يضرب أمثلة بالجزائر التي فقدت الملايين من أجل التحرير ومقاومة الاستعمار الفرنسي. هذا المثال واضح في رؤية السنوار، وهو يقول أن زيادة عدد الضحايا من المدنيين سيكون له أثر كبير في تعاطف المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، لذلك يبدو وفقا للتحليلات التي نشرت أن هذا هو رهانه. دعونا نتابع كل هذه التفاصيل سواء فيما يتعلق برد حماس والجهاد على المقترح أو فيما يتعلق أيضا بالتسريبات الخاصة بالسنوار. ينضم إلينا من إسطنبول عضو المكتب السياسي لحركة حماس دكتور غازي حمد. مرحبا بك دكتور غازي معنا في خارج الصندوق. بداية دكتور، هل يمكن أن نعرف ماذا كان رد الحركة، حركة حماس وهنا حركتي حماس والجهاد إذن، ولماذا هذه المرة جاء الرد مشتركا ما بين حماس والجهاد؟ يعني أولا دعيني أقول بأنه الرد كان واضحا وحاسما ومفصلا، وإحنا أيضا قبل أن نلقي بهذا الرد كنا على تشاور مع القوى السياسية وبالذات حركة الجهاد الإسلامي وكذلك الجبهة الشعبية، وكان في دائما في تواصل وتشاور، لكن طبعا صدف أنه كان هناك في لقاء في الدوحة مع قيادة الجهاد الإسلامي، وبالتالي صار التسليم يعني بهذا الشكل الثنائي. وأنا أعتقد لو كان أيضا فصائل أخرى، نحن نهتم بأن يكون الرد هو رد وطني يمثل المجموع الوطني الفلسطيني وليس رد حماس، لأنه كما قلت نحن أجرينا مشاورات عديدة وواسعة مع كل القوى ومع كل الفصائل الفلسطينية حتى يكون الموقف وطنيا وجماعيا، وأنا أعتقد هذا يعطي قوة أكثر وضمان أكثر للرد، وكذلك أمام المجتمع الدولي وكذلك أمام أيضا المجتمع الفلسطيني. الآن أعتقد إحنا الرد جاء بعد نقاشات طويلة سواء كان في داخل غزة أو خارج غزة، بس أنا دعيني اختراش أقول على إذا سمحت لي بالتعليق اللي حكته عما نقل عن يحيى السنوار، أنا أعتقد هذا الكلام ليس صحيحا، وأقول بكل ثقة أنه ليس صحيحا. يعني أنت بتتكلم في برنامج تسمعيني؟ نعم اسمع حضرتك تفضل. يعني تحدث في برنامج خارج الصندوق، كل ما قيل عن يحيى السنوار انه يريد اطاله امد الحرب وانه كثره الضحايا، انا اعتقد هذا كلام مكذوب عليه وليس صحيحا. انا اعتقد الاخ يحيى السنوار مهتم جدا بان يكون هناك نهايه لهذه الحرب، وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وايضا راحه الناس، وايضا انهاء هذا القتل الجماعي والاباده الجماعيه. هذا ليس موقف يحيى السنوار لوحده، هذا موقفنا جميعا كقياده لحركه حماس وكذلك قياده الجهاد الاسلامي وقياده الجبهه الشعبيه وكل الفصائل الفلسطينيه كان موقفها واضحا. هدفنا الرئيس اولويتنا الاولى هي ان نوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، لذلك هذا الامر كان بمثابه موقف جماعي. لذلك كل ما لكن اسمح لي دكتور، هذه ليست المره الاولى، ليست ستريت جورنال فقط اليوم من تقول هذا الأمر، كانت هناك دائما تسريبات تقول أن رسائل السنوار لكم اصمدوا في المفاوضات، لا تقدموا تنازلات، نحن نتقدم، وهذه التضحيات طبيعية من أجل قضيتنا. أنت إعلامية متمكن، وأنا أعتقد أنك يجب ألا تعتمد على ما يسمى بالتسريبات. السوشيال ميديا مليان بتسريبات مكذوبة. أنا كمسؤول عما السوشيال ميديا هذه وسيلة إعلام، أنا مسؤول عما أتحدث به وأمثل حركة حماس، وأقول لك بشكل واضح أن ما نقل على لسان يحيى السنوار من تسريبات ليس صحيحا وعاريا عن الصحة. إحنا عارفين إحنا لدينا تواصل مع السنوار يوم يوم، وفي تشاور وفي اتصالات وفي تنسيق في كل المواقف، وليس هناك خلاف بين الداخل والخارج. في نهاية المطاف هناك موقف حماس موحد
سواء كان بالداخل والخارج. لذلك في بعض الأوقات قد نتأخر في الرد من أجل أن يكون هناك أيضا رأي غزة حاضر، وهذا شيء طبيعي جدا. لذلك حتى الأمر ليس متوقفا فقط على أهل غزة، هذا قرار جماعي يؤخذ من كل القيادة الحمساوية بشكل عام، وأيضا كما قلت بالتشاور، لكنه لابد أن يكون نابع إذا سمحت لي دكتور من إرادة الغزاويين، يعني أن الشعب في غزة الآن يموت، وبالتالي لابد أن تكون الأولوية هي عدم الرهان على تحمل الشعب في غزة أكثر من ذلك. لا يمكن أن يتم تحمل المعاناة بهذه الصورة ويتم وضع، اسمح لي فقط أطرح يعني المسألة، أن يتم فقط التعويل على أن الصمود هو العنوان. كيف يمكن الصمود في وجه آلة عسكرية متوحشة بهذه الأرقام الكبيرة؟ هذا يعد تحميل للشعب أكثر مما يستطيع أن يتحمل. أخت رشا، أرجو أن يكون هذا كلامك موجه للاحتلال ومش موجه لحماس. الذي يتحمل مسؤولية القتل والإبادة الجماعية أكيد. والمذابح وهذه الوحشية هو الاحتلال وليس نحن. إحنا إنسان، نحن مقاومون ضد الاحتلال، نحن أصحاب أخلاق وقيم ونتعامل بأخلاق وقيم حتى في الحروب. لكن هذا الكلام للأسف يجب أن لا يوجه إلى حركة حماس، لأن من يقتل؟ إحنا لا نراهن على كثرة الضحايا ولا نراهن أي حتى على مسة المناسب أن تصمد، لا، إحنا نعمل يوم يوم من بداية هذه الحرب أن نوقف هذا العدوان، وقدمنا من أجل ذلك مرونة كبيرة، إيجابية كبيرة، تعاوننا مع الوسطاء، قدمنا مقترحات، قدمنا مخارج. أنا أعتقد حماس قدمت مواقف إيجابية، لكن الذي كان يتحدث بشكل واضح لا لبس فيه هو نتنياهو. كان يقول أريد أن أستمر في الحرب إلى النهاية، أن أقضي على حماس، أن أستعيد الأسرى، أن أخلق واقع جديد في قطاع غزة. لحد مبارح كان نتنياهو يتحدث بهذا الشكل. طب أنا أطرح على حضرتك الأمر بمنتهى الصراحة دكتور غازي، وأنا أعلم أنك يعني ستقدر هذه الصراحة. هذه الآراء المنفتحة من قبل ما يسمى بحماس الخارج، القيادات، وحضرتك عضو في المكتب السياسي لحماس، تبدو في الخارج أكثر انفتاحا. سأنقل لك الانطباع أنكم أكثر تجاوبا مع المفاوضات، مع يعني مرونة في السقف، لكن يقال أن موقف السنوار دائما متصلب، وأنه يريد بشكل كبير حتى ولو كانت التضحيات كبيرة أن يحرز انتصارا ولا يخرج منهزما من هذه المعركة. أخت رشا، أنا أقول بكل فخر واعتزاز، أنا عملت مع السنوار لمدة 4 سنوات وعملت معه جنبا إلى جنب. هذا الرجل يتصف بقدر ما هو يتصف بالقوة وبالحزم بقدر ما يتصف بالعقلانية والواقعية، وهو كما قلت بالعكس هو من الذين ينظرون دائما إلى أكثر من بعد وإلى الزوايا المختلفة. لذلك تقديراته في هذا الأمور يحاول أن تكون واقعية ومطابقة لمصالح الناس. كما بدي أكد على مسألة، المسألة ليست متعلقة بقرار السنوار لوحده. أنا أعتقد القيادة، قيادة حماس، تأخذ هذا الموضوع بشكل جماعي، لا أقول مجاملة ولا مغلق، لكن هذا ما يجري في كل القرارات اللي اتخذناها من بداية الحرب وحتى اليوم في مختلف الصعود ومختلف المراحل. كان هناك في قرار واحد لا ثاني له في داخل حركة حماس. قد نختلف في داخلنا، قد تكون تباين آراء بين الداخل والخارج، هذا لا يعني والله أنه الخارج منفتح والداخل متشدد. أنا أعتقد هذه النظرية مفلسة وليست صحيحة. في نهاية المطاف هناك في قرار واحد، ولم نشهد طوال فترة الحرب أو ما قبلها أن هناك انشقاق في قرار حركة حماس، أو هناك في تعارض بشكل يعني فاضح وواضح في هذا الموضوع. أنا بقول في صمام أمان، والذي يعطي صمام أمان كما قلت، نحن نشاور على تشاور دائم مع كل القوى السياسية. ما طيب، فيها ما هو القرار الآن؟ ما هو القرار الآن؟ لأن أنتم تتمسكون بمسألة الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وهذا لن يتم في البداية كما فهمنا، لأن هناك مراحل لخطة بايدن تتعلق بهذا الأمر. الجميع يطالب حماس بأن، وكما فعلت بالأمس بالمناسبة، كان بيانكم سريع وكان يحمل نوعا من الإيجابية. هل ستتمسكون بهذه الإيجابية وتبدأون وتفوتون الفرصة على اليمين الإسرائيلي المتشدد؟ أخت رشا، إحنا حينما نتحدث عن وقف إطلاق نار دائم نتحدث إنه هذا سيكون هو نهاية الاتفاق. المرحلة الأولى هناك في تدرج، في تدرج في وقت إطلاق النار، هناك في تدرج في موضوع الانسحاب. يعني هذه مسألة واضحة، في مرحلة أولى وثانية وثالثة. في المرحلة الأولى في محدد ما هو الانسحاب وإلى أين سيكون الانسحاب، وكذلك وقف العمليات العسكرية، وكذلك موضوع الانسحاب إلى أين سيكون. إحنا مطلعين على كل هذه التفاصيل، لكن نحن نريد في نهاية المطاف وفي نهاية هذا الاتفاق، في نهاية المرحلة الثانية، أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم. إسرائيل حاولت من كثير من اللغة الفضفاضة واللغة المرنة واللغة الالتفافية أن يكون هناك كلمات قد تسمح لها بأن
تمارس أو تستمر في العمليات العسكرية. لكن نحن هذه أكثر قضية أخذت منا وقتا وجهدا. طب إيه الملاحظات دكتور غازي اللي تقدمتوا بها حضركم والجهاد؟ هم زي ما قلت، أنا بدي أرجع أقول النقطتين اللي أكدنا عليهم. بعض المصطلحات التي كانت ترد في موضوع وقف إطلاق النار لا تنص بشكل واضح وصريح، لذلك إحنا ثبتنا بشكل قاطع لا لبس فيه أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم. في موضوع الانسحاب كذلك، في قضية مثلا المعتقلين إحنا لدينا موقف واضح بأن إسرائيل يجب أن لا تضع فيتو على أي أسير فلسطيني. هي إسرائيل كانت تحاول أن تضع على عدد 200 من المؤبدات وأن تقول هؤلاء يعني في الخطوط الحمراء ولا ينبغي الحديث عنهم. إحنا قلنا يجب أن يكون هذا الموضوع قابل للتفاوض ومحطوط على الطاولة، وقدمنا السطر الواضح بأنه حسب ما تقدم حماس من قائمة للمعتقلين الأقدم اعتقالا. في قضايا تفصيلية كثيرة جدا. طب اليوم التالي في غزة مسألة حكم قطاع غزة، هل ستقبل حماس بالتخلي عن السلطة ومنح الجانب الفلسطيني وليكن ممثلا في السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن قيادة قطاع غزة حتى يمكن تفويت الفرصة أيضا على إسرائيل حتى لا تلعب بهذه الورقة؟ شوف رشا، أول حاجة كلمة ضلنا نقول ما نفوت الفرصة على إسرائيل ونعطي إسرائيل، أعتقد هذه لغة ليست مقبولة على الإطلاق. إحنا بنشتغل من باب تحقيق المصالح الوطنية للفلسطينيين. نتنياهو هذا عدو للشعب الفلسطيني وعدو للأمة العربية والإسلامية وعدو للمجتمع الدولي وعدو للأخلاق والإنسانية. إحنا فيما يتعلق بموضوع اليوم التالي، ولكن لا تمنح عدوك فرصة لتحقيق مكاسب، هذه هي السياسة دكتور. دعينا وكمل يا رشا. احنا طرحنا مع حتى من خلال قنوات متعدده مع الاخوه في حركه فتح، وتوافقنا على ذلك حتى مع الجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه وكذلك فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه ان يكون هناك في توافق وطني على تشكيل حكومه توافق وطني، حكومه تكنوقراط او حكومه وحده وطنيه، لكن كلمه السريه ان تكون بتوافق وطني. وهذه الحكومه يجب ان تخدم سواء كان بالضفه الغربيه او في قطاع غزه، وان تكون مقبوله وطنيا ومقبوله ايضا دوليا. ولذلك احنا كان لدينا مساحه كبيره ومرونه كبيره في التعاطي، لكن حتى الان نحن لم نتلقى اي رد ايجابي من قبل السلطه الفلسطينيه. لذلك الموقف الذي طرحته حركه حماس او حتى الجبهه الشعبيه او الجهاد الاسلامي او فصائل اخرى كان موقف ايجابي ومتقدم جدا، وكان يطرح مخرجا حتى لا تفرض اي حلول من قبل دوله الاحتلال. الان واضح انه اسرائيل تريد ان تفرض واقع سيء وضار في قطاع غزة يكون بمثابة حكومة فيشي، حكومة عميلة للاحتلال. هذا الأمر لا يمكن أن نقبله أو نسمح به. لذلك موقفنا واضح، إذا كان أرادت السلطة الفلسطينية والإخوة في حركة فتح أن نتفق على تشكيل حكومة وطني وفاق وطني أو حكومة تكنوقراط أو أي شيء، بس الأصل أن يكون هناك توافق وطني فيما بيننا. وأنا بدي أقول آخر جملة، حماس توافق على ما يوافق عليه المجموع الوطني. شكرا لك دكتور غازي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس من إسطنبول، تحياتي. المشهد الثابت في هذا الأمر أو في هذه الحرب هي المعاناة الإنسانية الكبيرة والتي يجب أن تتصدر المشهد بشكل كبير، ولا يجب المزايدة أو الرهان على أن الناس يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك، لأنها بالفعل تحملت وتحملت الكثير على مدى الشهور الماضية. لذلك دكتور غازي الحمد كان الآن وهو عضو مكتب سياسي لحركة حماس ينفي أن يكون هذا الرهان موجود. طوال الوقت يتم الحديث عن التضحيات في الجزائر وتضحيات في حركات النضال المختلفة، ولكن هذه اللغة تجد صعوبة كبيرة حينما تنظر بها إلى الواقع المأساوي شديد الظلام الذي تعيشه الأسر في غزة. ونحن ننقل الآن في خارج الصندوق بالصوت والصورة هذه المعاناة مع حضرتكم. الآن تنضم إلينا من دير البلح هذه الأسرة الفلسطينية النازحة من شمال غزة، معنا السيد وليد المصري وزوجته وابنه محمد أيضا. أهلا بكم إلى خارج الصندوق، وأنا سعيدة بوجودكم معنا. دائما ما نتحدث عن معاناتكم، ولكن نريد أن نسمع منكم اليوم. أعلم وفقا للمعلومات أن هذه ليست المرة الأولى التي تقومون فيها بعملية نزوح، ماذا تريدون أن توجهوا رسالة اليوم؟ تفضل. معك أم محمد المصري. أهلا وسهلا. بنطالب وبنحكي وبنقول بارك الله فيك، بنطالب وبنقول وبنحكي انه يتقف الحرب، انه معي نزوح، انه نزحنا مره وهي المره الثانيه. انا كأم محمد وكثير من النازحين نزحت 4 مرات، نزحت من بيت حنون، نزحت لغزه،
من عند قرايب إلي، من قرايب إلي رحت على مركز للنور، من النور رحت على الانصرات، من الانصرات رحنا على دي على البريج، من البريج رحت على اللي هي دير البلح. أنا صاحبة 14 نفر، عندي أطفال وعندي أمي مسنة، عندي معاقين. يعني شوف أنت لما أنا أطلع من بيتي، من بيتي، من بيت حنون، لما أصل أنا لدير البلح وأنا مش ملاقي الأكل أكله، يعني تشوفي كيف يعني أنا أكم مرحلة رحلت ونزحت. هذه معاناتنا إحنا، نزحنا وين؟ نزحنا في خيم، في خيم، الشوب شوب والشتاء شتاء، المية فيش، حمامات ما فيش. إحنا بنعاني، إحنا بنعاني، بنعاني في معاناة ما يعلم فيها إلا الله. إحنا بنحمل كل اللي إحنا فيه هذا، بنحمل اليهود، هو اليهود هذا سببه، هو السبب اللي إحنا فيه من اليهود. إحنا بنحمل المسؤولية لليهود، لنتنياهو، بنحمل هذا الإشي لنتنياهو، لأنه هذا الإشي حرام، حرام بكفي. إحنا مش بشر، إحنا نفسنا نعيش، إحنا نعيش زينا زي باقي العالم، بدنا نعيش زينا زي باقي العالم. أطفالنا، أطفالنا يا الله، شوفوا أطفالنا يا الله، إبادة، إبادة في أطفالنا، حرام، حرام. طيب يمكن أن إذا كان السيد أيضا زوجك أبو محمد يمكن أن يتحدث معنا أيضا أستاذ وليد. يعني بالتأكيد الوضع مأساوي وصعب للغاية، ويعني بعض الأحيان تظهر بعض التعبيرات والأصوات التي تطالب الشعب في غزة بالصمود. نعلم أن هذا الأمر يبدو قاسي للغاية في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان غزة. بماذا ترد على من ينادون بمسألة الصمود أو التضحيات؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بداية يعني كمواطنين في قطاع غزة، وتهجرنا من منطقة لمنطقة، وكل منطقة احنا بنحكي فيها انه تركنا في كل منطقة، تركنا لنا ملابس، تركنا أمورنا، تركنا كذا عشان ننجى بأطفالنا. اليوم احنا وصلنا لمنطقة شهداء الأقصى دير البلح، ونفس المعاناة، نفس معاناة الناس جميعا، اللي كانوا في رفح تهجروا، واللي كانوا في بيت حنون تهجروا، جميع قطاع غزة تهجر. مسألة الصمود، الصمود احنا كشعب لازم نصمد، ولازم نكون يعني ايد واحده ونقف جانب واحد. هذا الامر للجميع. طيب هناك مطالبات ومحاولات الان لوقف اطلاق النار. بعض الاطراف تقول انه لابد ان يتم وقف اطلاق النار باي ثمن كان حتى يجب او يتم وقف معاناتكم. انتم ما هي رؤيتكم؟ انتم عايزين ايه؟ يعني يجب ان تكون ارادتكم انتم ورايكم انتم وصوتكم انتم من يتصدر المشهد، لانكم انتم من تعانون، انتم من تعيشون في قلب هذه الحرب. ماذا تريدون؟ احنا كشعب احنا فيش بايدينا، احنا مش اصحاب القرار نقول يقف الحرب او لا يقف الحرب. أصحاب القرار هم اللي بيحددوا القرار يقف الحرب يقف أو لا يقف. إحنا كمواطنين إحنا بنطلب العيش وبحياة كريمة من جميع الأطراف، من الدول العالم اللي تطلع على المواطنين كيف عايشين، اللي في خيمة، اللي عايش على التراب، اللي عايش في فيش عنده مياه، فيش عنده كهرباء، فيش عنده أي شيء، السواب تطلع على أطفالهم. هاي احنا كمواطنين، احنا كمواطنين بنقدرش احنا نحكي. طب لما سمعتوا عن مقترح وقف اطلاق النار، لما سمعتوا عن المقترح المقدم لوقف اطلاق النار كان ايه شعوركم؟ احنا نعم احنا كمواطنين احنا بدنا وقف اطلاق النار، نرجع لبيوتنا، نرجع لمناطقنا، نعيش بحياة كريمة. نعم أشكرك أستاذ وليد، وأشكر أيضا السيدة أم محمد زوجتك، وتحية لك ولها، ويعني كان الله في عونكم وفي عون شعب غزة بأكمله. شكرا لكم. وبعد الفاصل لدينا أيضا، بعد الزلزال الذي أحدثه صعود أقصى اليمين في فرنسا، هل دعوة ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة مغامرة غير محسوبة أم العكس تماما؟
الحديث الذي يتصدر الأوساط في مختلف أنحاء العالم هو الصعود الكبير لليمين وما شبه بأنه زلزال سياسي في فرنسا بعد تمكن حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين من تحقيق فوز وصف بأنه فوز تاريخي في انتخابات البرلمان الأوروبي بنسبة لم تكن في خيال أحد. تجاوزت هذه النسبة تقريبا 30% من الأصوات، وهو من الناحية السياسية شكل ضربة سياسية قاسمة للرئيس ماكرون. الأغرب هو كان ردة فعل ماكرون على هذا الأمر بعد أن حصل حزبه تقريبا على ما يقرب من 15% فقط من الأصوات. الرد الفعل السريع جدا كان من ماكرون بفكرة الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. هناك سعي لزعيمة الحزب اليميني هناك مارين لوبين بسيطرة الحزب بشكل كبير على مقاعد البرلمان وعلى الأغلبية بشكل كبير. يبدو أن ماكرون يتصور أنه يستطيع أن يوقف هذا الزحف إذا ما أجريت انتخابات تشريعية جديدة، ولذلك كانت الدعوة بحل البرلمان والدعوة للانتخابات. لكن السؤال، هل ما فعله ماكرون هو رهان كان يستند إلى وقائع على الأرض تقول أنه يمكن أن يربح بهذه الورقة، أم على العكس يمكن أن تكون بالفعل سلاح ضده بحيث يتمكن اليمين واليمين المتطرف من السيطرة؟ وفي هذه الحالة حتى ولو بقى ماكرون في السلطة أو بقى رئيسا لفرنسا فإنه سيكون وفقا للتحليلات مكبل الأيدي، ليست لديه سلطات حقيقية يستطيع أن يحقق بها أي شيء على الأرض، لأن اليمين هنا سيتحكم. بالمناسبة الصعود الكبير لليمين ليس فقط في فرنسا كما تابعنا خلال الأيام الماضية، ولكن أيضا في ألمانيا وفي العديد من العواصم الأوروبية، وكأن أوروبا تواجه هذا الشبح الكبير. في الوقت الذي يتصاعد فيه اليمين في أوروبا بشكل كبير يحاول اليسار من الجهة الأخرى أن يتجاوز الانقسامات الداخلية فيه ويحاول أن يلملم أوراقه بحيث يتم التقدم بشكل كبير في الانتخابات القادمة، وبالتالي تصبح المعادلة إلى حد ما يمكن أن تكون متوازنة بشكل ما. ولكن السؤال، الشاب الذي أصبح رئيسا لهذا الحزب اليمين الذي تقدم بشكل كبير وهو جوردن بارديلا المنتمي لهذا الجيل الجديد ما يسمى بجيل زد، هل هو قادر بالفعل على اجتياز هذه الانتخابات والتقدم إلى الأمام أكثر فأكثر؟ لنستمع إلى ما قاله. نحن مستعدون للحكم الآن، لدينا عدد من النصوص ومشاريع القوانين الجاهزة للدخول حيز التنفيذ فورا في سياق حكومة ائتلافية يمينية، خاصة في ملفي الأمن والهجرة. لذلك أريد بناء أكبر غالبية برلمانية ممكنة، لأنني أعتقد أن التجمع الوطني يمكنه الفوز وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تعافي البلاد. وينضم إلينا من باريس جم مسيحة المرشح للانتخابات الأوروبية عن لائحة حزب الاستعادة، مرحبا بك معنا. هل نحن بالفعل أمام تقدم تاريخي لليمين، وهل الخطوة التي أقدم عليها ماكرون يمكن أن تكون نهاية لمستقبله السياسي بالفعل، أم ترى عكس ذلك؟ مساء الخير. أولا اللي حصل الانتخاب في الانتخابات الأوروبية يعبر عن استياء الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة اتجاه أمر واحد وهو الهجرة والتهديد اتجاه الهوية القومية للدول الأوروبية. هل إيمانويل ماكرون يعني رد على هذه القضايا بصفة واضحة وبصفة فاعلية عندما قرر أن يحل مع مجلس الشعب؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن أصلا الواحد لازم يفكر في السبب اللي أدى الشعوب الأوروبية والشعب الفرنسي بصفة خاصة إلى هذا الانتخاب، هو مرة أخرى مسألة الهجرة. فكان ممكن إيمانويل ماكرون يرد على هذا السؤال وعلى هذا طفح الكيل الذي عبر عنه الشعب الفرنسي باستفتاء
للموضوع الهجرة، كان ممكن يسأل الشعب من خلال ريفرندوم ويسأل الشعب سؤال، هل تريدون بأكثر هجرة أو هل تريدون بوقف الهجرة؟ وهذا كان يبقى رد ديمقراطي أيضا إلى الشعب الذي عبر عن استيائه لملف الهجرة. طبعا لما ماكرون قرر بحل مجلس الشعب بيوضع في نفس الوقت فخ للتجمع الوطني وللجبهة الوطنية بصفة عامة، لأن هناك مرحلتين. المرحلة الأولى لازم الحزب القومي أو الأحزاب القومية يعني ينالوا الأغلبية العظمى في البرلمان، وطبعا الانتخاب البرلماني هو انتخاب يعني أغلبي وليس انتخاب نسبي مثل الانتخاب الأوروبي، فهناك صعوبة كبيرة أو هناك صعوبة أكثر للانتخاب البرلماني الفرنسي أكثر من الانتخاب البرلماني الأوروبي. طيب دعني أقف معك على مسألة اسمح لي أقف معك على مسألة الهجرة والمهاجرين. الرؤية التي يطرحها اليمين بشكل كبير من وجهة نظر تحليلات عديدة هي رؤية متعصبة، رؤية ربما لا تنسجم مع الوجه الفرنسي التاريخي الذي كان دوما ما يقبل الآخر ويطرح فكرة التعددية. هذه الأفكار لليمين هي التي تجعل المخاوف كبيرة من السياسات التي يمكن أن يقدم عليها إذا ما أصبح بيده السلطة. أكيد، بس حضرتك ما نقدرش ننفي أن الشعب الفرنسي عبر عن رأيه بطريقة ديمقراطية وأغلبية، فيعني احنا ممكن نتكلم بناء على التعصب لأفكار معينة. يعني هناك من يرى أن هناك حشد للرأي العام الفرنسي بلغة تعصبية، بلغة عنصرية، بأفكار لا تمس لروح التجربة الفرنسية، وبالتالي البعض يقول أنه كان على الأحزاب أن تتبنى رؤية معتدلة لقيادة الرأي العام وليس العكس. لا، لأن هناك برضو سبب أن احنا في هجرة كثيفة وعديدة لمدة سنين. يعني أنت تخيلي بلد بتستقبل كل سنة 500,000 مهاجر، يعني احنا بنتكلم في اتنين، يعني ما يعادل العاصمة الفرنسية من مهاجرين بيأتوا إلى فرنسا كل 5 سنين. فطبعا لما الهجرة بتصبح بهذه الكثافة، يعني غض النظر عن الإمكانية بتاعت البلد وميزانية البلد وقبول البلد لهذه المهاجرين، طبعا ده بيؤدي الشعب أن يرفض هذه السياسات. طب ده لا يعني أن احنا بنرفض المهاجرين بصفة عامة، ولكن النهاردة فرنسا الميزانية بتاعتها فيها عجز 3,000 مليار يورو. يعني انت ازاي بلد لها عجز في الميزانية العامة 3,000 مليار يورو؟ طب ألا ترى أن خطاب اليمين هذا خطابا شعبويا أكثر منه خطابا توعويا يتسق مع قيم الثقافة الفرنسية بصراحة شديدة؟ مع قيم الثقافة الفرنسية، معليش، بس قيم الثقافة الفرنسية دي لا تعارض، مستحيل انها تعارض الهوية ويعني استجابة الشعب الفرنسي الى استقبال مهاجرين. اي بلد في العالم بتستقبل اجانب اكتر من امكانياتها، ده بيؤدي الشعب، اي شعب، الى رفض هذه السياسة. والشعب الفرنسي عبر عن استيائه وعن رفضه لنوع من الغزو الخارجي من خلال عموما افكار اليمين تحتاج الى نقاشات عديدة. السيد جان مسيحة، المرشح للانتخابات الأوروبية عن لائحة حزب الاستعادة، شكرا لمشاركتك معنا في خارج الصندوق.
خطوات متسارعة للغاية تحاول أن تسير بها إيران لمحاولة الوصول إلى رئيس جديد للبلاد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه. ومنذ الحديث عن هذا الأمر وفتح باب الترشح وأصبحت التساؤلات الكثيرة تحيط بإيران، إيران كتجربة في الحكم أصبحت محط أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة وأن إيران تحديدا كتجربة للحكم تثير تساؤلات كبيرة. إيران شهدت مراحل متعددة من الحكم السياسي، في مرحلة ما كان هناك منافسة ما بين ما يسمى بتيار المتشددين وتيار الإصلاحيين، تيار أكثر تشددا من الناحية الأصولية وتيار آخر يوصف بأنه أكثر تصالحا وأكثر إصلاحا وبالتالي يتجاوب مع بعض الأفكار. في كل الأحيان لم يكن هناك إيمان بفكرة التداول السلمي للسلطة بمعنى وجود تيارات ومنافسة حقيقية، لكن على الأقل كانت هناك محاولات لإيجاد هذه التركيبة، تيار متشدد وتيار آخر أقل منه يوصف بأنه إصلاحي. هذه الانتخابات أعادت هذا السؤال من جديد، هل ستسير إيران على هذه الخطى المتعلقة بهذا الأمر؟ مجلس صيانة الدستور ربما من وجهة نظر الكثيرين قدم إجابة واضحة في هذا الأمر حينما قام باستبعاد عدد من الشخصيات الإصلاحية أو التي توصف وتحسب أنها على تيار إصلاحي كأحمدي نجاد أو حتى علي اللاريجاني. والغريب أن اللاريجاني من يتابع مسيرته السياسية لا يرى فيه إصلاحيا بمعنى الإصلاحي، ولكنه أصولي معتدل إن صح التعبير، وبالتالي بدأت الناس تسأل حتى اللاريجاني الذي يعد أصوليا ولكن معتدلا هو غير مقبول أيضا في هذه الصيغة الجديدة. هذه طبعا صور المرشحين للانتخابات، ولكن نعود إلى القرار الذي اتخذ من مجلس صيانة الدستور باستبعاد علي اللاريجاني وباستبعاد أحمدي نجاد. الكل وخاصة اللاريجاني أعرب عن غضبي، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد اللاريجاني، استبعد من قبل واستبعد هذه المرة أيضا، وفقا لتعبيره لا يوجد نوع من الشفافية في أسباب استبعاده. بقى التيار بشكل كبير تسيطر عليه أسماء بارزة معظمها قريب من المرشد بشكل كبير، وخاصة رئيس مجلس الشورى وهو بقيلي، والذي يقال أنه ربما سيكون الأقرب إلى الفوز في هذه الانتخابات، خاصة أن الوجه الإصلاحي الذي موجود في هذه القائمة تقول بعض المصادر أنه صديقه، وأنه ربما وضع من باب يعني تزيين المشهد وليس من باب منافسة حقيقية في هذا المشهد. هناك طبعا شخصيات أخرى أيضا موجودة كسعيد جليلي، وطبعا يعني هناك شخصيات عديدة مطروحة أيضا، مصطفى بور ومحمد بقر قليباف هو يظل المسيطر على المشهد بشكل كبير باعتبار قربه من المرشد. لكن دعونا نفكر سويا في طبيعة هذا المشهد، لأن البعض طرح تساؤلات وفقا لتحليلات عديدة، هل وفق هذه التركيبة التي ستشهدها الانتخابات السياسية في إيران يعني ذلك أن الأمر حسم مبكرا لصالح المرشح الأقرب للمرشد؟ وهل الإجابة جاءت سريعة من المرشد وفقا لهذه التصورات؟ وهل بالفعل مجلس صيانة الدستور يخضع بشكل كبير لتوجهات المرشد؟ هذه الأسئلة وغيرها مطروحة. ينضم إلينا من واشنطن دكتور حسن هاشميان الباحث السياسي الإيراني، ومن طهران أيضا ينضم إلينا الأستاذ في العلوم السياسية دكتور مصدق بور. مرحبا بكما إلى خارج الصندوق. أبدأ بسيد هاشميان، استبعاد اللاريجاني وكما وصفته أنا منذ قليل بأنه يعتبر أصولي ولكن معتدل، أعطى انطباع للبعض أن المرشد قرر إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية قبل أن تجرى الانتخابات، هل هذا التحليل صحيح؟ هذا نعم، تحية لكم وللسيد مصدق فور ومشاهدي البرنامج. هذا الكلام صحيح ولكن في صورة أكبر، يعني علي خامنئي أراد أخصاء الشعب الإيراني بهذه الطريقة لتقديم مرشحين. الآن نرى أنهم يتسابقون ليس لتلبية مطالب الشعب والاقتراب للشعب، يتسابقون لإعلان ولائهم لخامنئي واقترابهم لخامنئي، لأنهم يعرفون جيداً
أن نتيجة هذه الانتخابات هي بيد علي خامنئي من خلال مجموعات الحرس والبسيج والصناديق وما شابه آخر، ويشحنون الصناديق ويقولون أن منه الفائز. يعني هندسة والمرشحين، وستكون هناك هندسة في موضوع الصناديق والآراء والأصوات. لذلك الآن كان متوقع أن مثلا بزشكيان وهو يقول أنه إصلاحي يظهر بمظهر أكثر قوة وأكثر اقترابا للشعب ومطالب الشعب، ولكن جاء بخيبة أمل للشعب الإيراني عندما قال هو ليس لديه برنامج ويريد يطبق ما يطلب منه علي خامنئي. تعرفون أن الشارع الإيراني، وعلي خامنئي هو 35 عاما ولي فقيه في إيران، والشعب الإيراني 35 عاما يعاني من سياسات علي خامنئي الداخلية. طيب لنعطي دكتور مصدق بور السيد هاشميان الحق في الرد على ما طرحته حضرتك، خاصة وأنك تقول أن المرشد وفقا لعبارة مختصرة هندس الانتخابات كما يريد لصالح مرشح بعينه. ما هو رد حضرتك سيد مصدق بور على هذا الكلام، خاصة وهو يقول أن بهذا القرار خامنئي أو المرشد اختطف قرار الشعب الإيراني كله؟ نعم، شكرا، مساء الخير لكم وللأستاذ هاشميان لمشاهديكم الأفاضل. أنا أعتقد يعني فيما يتعلق بهندسة الانتخابات في إيران، يعني هناك سوء تقدير أو جهل يعني بحقيقة ما يجري يعني دائما يعني في مواسم الانتخابات في إيران. صحيح يعني نحن لدينا حكومة عميقة، لدينا مرشد ولي فقيه على رأس هذه الحكومة، وهذه الحكومة هي لا حق التصرف يعني بشكل كامل موازي للدستور أو أحيانا فوق الدستور يعني فيما يتعلق بالمرشد، هكذا القانون الدستور هو الذي ينص على هذه النقطة. يعني مجلس صيانة الدستور ليس من تلقاء نفسه ولا يتلقى أوامر مباشرة من القائد، كل ما في الأمر هذه الحكومة العميقة برئاسة المرشد هي في بداية الانتخابات قبل أن يتم النظر في أهلية المرشحين يضع خارطة الطريق. يعني هو أولا يعين طبيعة المرحلة التي إيران هي فيها، يعني ما هذه المرحلة وما هي استحقاقات هذه المرحلة وما هو المطلوب وما هي المواصفات التي يجب أن تتوافق. ولكن من المفترض أن مجلس صيانة الدستور يعطي فرص متساوية للجميع، وأنه إذا تم استبعاد أي طرف يكون وفقا لشفافية معينة بالإعلان، وهذا ما وجهه لاريجاني من هجوم. هذا الموضوع نعم، هذا الموضوع يأتي يعني في يأتي بعد منح الصلاحيات. خريطة الطريق، خريطة الطريق التي يرسمها القائد يعني يحدد طبيعة المرحلة واستحقاقات هذه المرحلة، ثم يضع مجلس صيانة الدستور المعايير والشروط التي يجب أن تتوافر في شخصية الرئيس ليكون الرجل هذه المرحلة. يعني إذا كانت المرحلة تتطلب أن يكون هناك تقريب إقليمي، يكون هناك تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يكون هناك خفض للتوتر، يكون هناك يعني بعض المرونة في السياسة الداخلية، من الطبيعي أنهم سوف لن يؤيدوا صلاحية المرشحين الذين أذواقهم والسلوك. وهل حدث ذلك سيد مصدق؟ المعاكس نعم نعم في الاتجاه المعاكس، ثم أن تنحية أو إخفاء أو عدم منح الصلاحية لأي مسؤول هذا لا يعني أن هذا المسؤول مطرود من وجهة النظر النظام أو أنه غير مرغوب به، وإنما هذا دليل على أنه ليس رجل هذه المرحلة. هذه المرحلة حاليا مرحلة حساسة ونحتاج خاصة في مجال السياسة. إذن لماذا الانتخابات إذا كان هناك من يرى أنه قادر على تقييم الأمر فليتخذ القرار دون أن تكون هناك معاناة الانتخابات من وجهة نظر البعض؟ لا يتخذ القرار ثم ينتخبون يعني عدة أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يتنافسون على الحلبة الانتخابية. يعني هناك حاليا يعني تقليدين المتطرفين راديكالين، هناك تقليدين وسط، هناك تقليدين. طيب لرد سيد هاشميان على طرحك سيد مصدق بور إذا سمحت، تفضل سيد هاشميان. إلى أي مدى ما طرحه سيد مصدق بور مقنع في مسألة أن هناك انتخابات تنافسية حقيقية وأن ما فعله المرشد لا يتجاوز دوره وفقا للدستور؟ يا سيدتي، أنت قبل البرنامج طرحتي جملة جدا ممتازة، قلتي أن هم يأتون لتزئين المظهر.
الآن يعني كل مساعي خامنئي. أنا قلت تحليلات تشير إلى ذلك، أنا لا أحلل، أنا أنقل تحليلات. لا والله هذه جملة يعني وقعت على قلبي لأنها توصف الوضع في إيران تماما، وهم يردون تزئين المظهر، تزئين الساحة، وثم يأتون ويقولون هناك ديمقراطية وهناك انتخابات. لا توجد لا ديمقراطية ولا انتخابات. الشعب الإيراني لا يستطيع أن يعبر عن أي شيء، كل شيء صادره علي خامنئي وما. ولكن السيد مصدق بور ينفي طرح حضرتك ويقول أن الحديث بهذا الأمر ربما يكون فيه نوع من الجهل بباطن الأمور. يا سيدتي إذا أنا جاهل والبقية جاهلين طيب، يسمحوا للشخص آخر يأتي في هذه الانتخابات، مثلا يسمحوا لنرجس محمدي الآن هي سجينة في داخل السجون الإيرانية بسبب عقائدها وأفكارها، يسمحوا. أنا كلامي باطل وأنا خارج الساحة وخارج الموضوع. يسمحوا لنرجس محمدي تأتي وتنافس، ليس تنافس هؤلاء المرشحين، خل تنافس علي خامنئي، خل علي خامنئي يدخل للساحة ويرشح نفسه أمام نرجس محمدي. ولكن الدستور هنا حاكم كما يقول السيد مصدق بور. يعني سيد مصدق بماذا ترد على هذا الأمر؟ أولا يعني نحن دولة مؤسسات، يعني هذا الكلام كلام معيب. يعني أي دولة مؤسسات محمد يا أخي؟ صحيح. أي دولة أي مؤسسات؟ لا أخي لا أخي لا 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 لا. أولا نرجس منية نرجس محمد، يعني نرجس محمد تدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مؤسسات، دولة والله تدير الجمهورية الإيرانية أحسن منكم كل العالم وأحسن من علي خامنئي. هذا الكلام يا الله يخليك، شو الكلام؟ لا 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 بعيد منك هذا الكلام مطلقا. نرجس محمدي أو أي شخص آخر يجب أن يأتي إلى هنا رجل المرحلة، رجل يكون قد زاول السلطة. يعني المشكلة أنها سيدة رجل المرحلة. طب لنفهم اسمحوا لنرجس محمدي ترشح نفسه. ماذا ستقول أنت طيب. ماذا ستقول إذا فاز فيزشكيان إصلاحي؟ ماذا ستقول إذا فاز؟ أنا أتوقع ليس إصلاحي، هو قال اليوم قال جملته واعترف قال أنا ليس لدي برنامج وجاي هنا يطبق أوامر علي خامنئي. لا أنا أتوقع سيفوز بزشكيان في حال تشتت أصوات الأصوليين وفي حال وجود دعم قوي من جبهة الإصلاح بقيادة محمد خاتمي ربما يفوز. وإذا فاز هو سوف يكون رئيس الجمهورية ومسؤول هذه المرحلة، وأنا أتمنى هذا الشيء لأن إيران تحتاج في هذه المرحلة إلى إعادة نظر. طيب هذه نقطة مهمة، هو يقول لحضرتك أن المجلس صيانة الدستور سمح بوجود إصلاحي على رأس هذه الانتخابات وبالتالي الفرصة سانحة أمامه للمنافسة. سيد هاشميان بماذا ترد؟ نعم هناك لا أعتقد أن هناك شخص إصلاحي موجود بمعنى الكلمة الإصلاحي، هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا جاء من أجل تحميم الساحة الانتخابية، لأن الانتخابات السابقة كانت ضربة بوجه علي خامنئي، الشعب الإيراني لم يشارك. أيضا كانت انتخابات البرلمانية الشعب الإيراني لم يشارك. الآن يريدون تحميم الساحة من خلال واحد إصلاحي أو اسم إصلاحي، لأن الإصلاحيين الآن قاموا يتحركون أمامه ويلتفون حوله. ولكن لا ننسى تاريخ الانتخابات في إيران، نفس الإصلاحيين التفوا حول حسن روحاني، ولكن ماذا فعل حسن روحاني؟ لا شيء للشعب الإيراني. 8 سنوات وعود من قبل حسن روحاني ومن قبل الإصلاحيين للشعب الإيراني، ولكن لم يعمل شيء. طب هناك من سيقول أن هذه مشكلة التيار الإصلاحي وليست مشكلة المرشد. لا 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 هذه أنا أطرح هذه المسألة، اسمحي لي أقول هذه الجملة، اسمحوا لي أقول أطرح هذه المسألة، لأن ما معنى الإصلاحيين عند الشعب الإيراني؟ وعود بلا عمل. طب ما مشكلة المرشد في ذلك؟ المشكلة يتحملها التيار الإصلاحي الذي لم يقدم خطة بديلة لحكم البلاد بشكل جيد. فعلا مشكلة المرشد لا يسمح لمرشح حقيقي يلبي الشعب وغريب للشعب يترشح في الانتخاب. طب هل يعوق المرشد ذلك؟ وهل يكون علي اللاريجاني أحد الأمثلة على ذلك سيد مصدق؟ لا أبدا. اسمحوا لنرجس محمدي، اسمحوا لتاج زاده،
شو انت رايح لي ورا نرجس محمدي يا اخي؟ شو نرجس محمدي؟ والله نرجس والله محمدي واحده مرتزقه، واحده مرتزقه، دوائر غربيه، الشعب الايراني سيستسلم. ارجو عدم توجيه الاتهامات لاحد في النهايه. اكثر من 90%. نحن فقط نناقش الفكره، ارجو عدم توجيه الاتهامات لاي طرف حتى لو كانت هذه المرشحه. اساسا هو يقول نرجس محمدي، يقول هذه الاسماء كانه ايراني، يعني مزعج. ستهزمكم نرجس محمدي، هي ليست شخصيه جدا بارزه، ولكن عندما تدخل للساحة ستهزم علي خامنئي. نعم أشكركم، سنتابع معكم خلال الأيام القادمة سير العملية الانتخابية. الوقت انتهى، أعتذر. أستاذ حسن هاشميان شكرا لك، وأيضا السيد مصدق بور شكرا لك. وصلنا لختام خارج الصندوق لهذه الليلة، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.